مجال الالتزام بالقوانين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية، يتجدد اللقاء بكم مع هذه المسيرة المستمرة، مسيرة العطاء ومسيرة البركة، مسيرة الخير، مسيرة الكرم في أرض الكرم، في دانة الدنيا دبي. نرحل مع شوط آخر وهو الشوط الثاني في مجموع أشواطنا في صبيحة هذا اليوم. نرحب بهذا الشوط الذي يتحرك بالأربعة كيلومترات وخصص لفئة الأبكار المهجنات الأصايل لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل. الباب مفتوح للمشاركة، شعار بن خفية من يتقدم بالمركز الأول ليعلن وجوده في هذا الشوط، مستلم القيادة ومسجل حضوره بالمركز الأول. بشارة العلي بن عتيج بن خفية، والمركز الثاني شاهينية عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان من يتقدم بالمركز الثاني، والمركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بضبيعة من يقدم الشاهينية. من الجانب الآخر أيضا فهناك مناوشات على المركز الثالث، المركز الثالث تتقدم زعفرانة. نشوف الأول المركز الثالث، هذا شعار الخيارين، هذا شعار الخيارين على ظهر شعاع سيف بن محمد بن زايد الخيارين، من يقدم لنا شعاع بالمركز الرابع. والمركز الخامس تقترب اللبسة، سعيد بن سهيل بن دليوي والرميتي أيضا يدفع بن شاهين محمد بن علي بن خليفة الرميتي. خذ الشوط الرئيسي، خذ الشوط الرئيسي على ظهر هملولة، والآن يبحث عن نقطة ثانية في شوط رئيسي أيضا له هجنة وله جمهوره وله محبينه. ناخذ المركز السابع، المركز السابع جبارة محمد بن عبيد بضبيعة من يقدم جبارة سابعا، والمركز الثامن تتقدم العنود خليفة بن سالم بضبيعة، والمركز التاسع، المركز التاسع هذا شعار محمد بن علي بن راشد بيكليب على ظهر ملوح، والمركز العاشر بين بن رشيد وبين اللي هو بن حريز، هذا المركز العاشر، هذا المركز العاشر. مشاهدينا الكرام، نتابع ونراقب هذا التجمع، التجمع واحد في الميدان الواحد وفي الشوط الواحد، والهدف شو يا بن معدن؟ الهدف واحد، الهدف الناموس، الهدف الناموس من هذه المشاركة وهذا التجمع. بنشوف الناموس وين وين بيذهب، يظهر من الهباب، والله الهباب ما يرضون ان الناموس يظهر عنهم بعيد، ما يطلع، اذا طلع صار يعني قريب من منطقه الهباب، يا اما العويل يا اما انه يذهب نزوه ما يصير بعيد. ولا المدام نشوف، نتابع الخيارين، هذا من الشحانيه من قطر، من دوله قطر، يا مرحبا الساع، يا مرحبا الساع بسيف بن محمد بن زايد الخيارين الذي يقدم لنا شعاع بالمركز الاول والمركز الثاني، المركز الثاني فهنا ايضا تتواجد الشاهنيه لعبد الله بن علي بن حميدان من يتقدم الى المركز الاول. واهل المدام حاضرين، اهل المدام حاضرين، عليكم ترشيح وعندكم تصويت، ايضا عندكم تصويت بالناموس، عندكم الجماعه يصوتون يرشحون بكليب مع ملوح محمد بن علي بكليب، وهنا الهباب ايضا بالمركز الرابع يمثلهم عتيج بن علي بن خفيه، والمركز الخامس، المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم اللي هي زعفرانه سيف بن علي بكليب من يتقدم. اما المركز السادس نشوفك يا بن رشيد، نشوفك يا بن رشيد انك موجود في الشوط، سعيد بن علي بن رشيد مع الشاهينية، وهنا أيضا المتابعة من عزيزة ومبارك بن سالم بن قروش العويسي وبضبيعة يهاجم مع العنود بالمركز السابع. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام. يلا يا جماعة، بدينا ننزل، بدينا نقترب من آخر كيلومتر،
آخر 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 ومنو الأخير ومنو الأول ومنو يبحث عن الأول؟ بو محمد طلع، طلع إلى المقدمة، طلع إلى مقدمة الشوط. سيف علي بن كليب من يقدم لنا الزعفرانة المملوكة اللي اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. ولكن الخيارين الخيارين يهاجم 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 المقدمة. هني أيضا الهجوم الغادم، الهجوم الغادم من بضبيعة، من بضبيعة وبكليب، بضبيعة على ظهر اللي هي شعاع أو العنود، وبن كليب على ظهر ملوح يهاجمون المقدمة. يلا يا جماعة بدينا بدينا بدينا، وياكم بالرشيد ياكم بالرشيد ياكم 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 ياكم، أعطوه المجال. ولكن بضبيعة راعي العنود راعي العنود راعي العنود، عاند وشرد عاند وشرد عاند وشرد. الأول 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 الأول، نزوة 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 نزوة، روح يا راعي نزوة روح روح. الله معاك الله معاك الله معاك الله معاك يا مسير، خذنا معاك خذنا معاك. شوفوا 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 العرض الجميل، شوفوا العنود، شوفوا عنود خليفة بن سالم. أبو الضبيعة هو من يتقدم، هو من يقدم لنا العنود. العنود سوت عملت، خذت الأول خذت الأول خذت الأول، خذت الناموس الميتين متر الأخيرة، الميتين متر الأخيرة. نقول سلام يا نزوة سلام، سلام يا راعي نزوة سلام، سلام يا راعي نزوة. نهني نهني بو خليفة، نهني بو خليفة سالم بن محمد بالضبيعة. سالم بن محمد بالضبيعة هو من خذ الناموس، خذ الفرح والمرح. تهانينا وألف مبروك لمحمد بن سالم بالضبيعة المركز الثاني، سعيد بن علي بن رشيد المركز الثالث. هذا شعار بن صويح، هذا شعار بن صويح على ظهر أطلال حمد بن صويح بن سالم بن علوبة العامري. والتوقيت الزمني كم؟ 46 46 46